يدشن معرض مسقط الدولي للكتاب لأول مرة أسبوعاً ثقافياً لإحدى الدول المشاركة في المعرض، فكانت البداية مع مملكة البحرين. هذه المشاركة تأتي ضمن إطار التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين، حيث تشمل فعاليات ثقافية وفنية يقدمها نخبة من المبدعين البحرينيين. التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا في مسقط. معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته 27 يضم أكثر من 800 دار نشر من 32 دولة تشارك ب 533 ألفا من العناوين والإصدارات، بالإضافة إلى ما يربو من 160 فعالية ثقافية، من بينها ولأول مرة الأسبوع الثقافي البحريني. طبعا سعداء اليوم بافتتاح فعاليات الأيام الثقافية البحرينية في سلطنة عمان اللي احتضنها معرض مسقط الدولي للكتاب. هذه الفعاليات طبعا تقرب ما بين الموهوبين والمبدعين وما بين الشعبين، وهم لهم تاريخ طويل وعلاقات مشتركة. احنا طبعا يعني سعداء بالمشاركة بالأسبوع الثقافي البحريني في هذه الفعالية على هامش مؤتمر ومعرض مسقط الدولي للكتاب، وطبعا هذه اول فعاليه ثقافيه تقام على هامش هذا المعرض، وهذا يؤكد ويرسخ العلاقات الاخويه اللي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. برنامج الاسبوع الثقافي البحريني بمسقط يشهد فعاليات تتصدرها محاضره علميه حول العلاقات التاريخيه البحرينيه العمانيه، وتدشين عدد من الكتب الى جانب الامسيات الشعريه والحفلات الموسيقية وعروض لأفلام تقدم مجتمعة المبدع البحريني. هو شرف عظيم لنا احنا كمواطنين من مملكة البحرين ان احنا نشارك في هذه التظاهرة، موجود انا كشاعر اليوم، في غيري موجودين اليوم كمحاضرين، مدشنين لكتب، موسيقيين. هذه التظاهرة او هذه الفعاليات تعزز وتوطد العلاقات بين البلدين. جاء الترتيب لهذه الفعالية بالتنظيم مع سفارة مملكة البحرين في سلطنة عمان وهيئة الآثار والثقافة في مملكة البحرين ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان. يتطلع القائمون على الأسبوع الثقافي البحريني بهذا التنوع لإبراز الثقافة البحرينية وعراقتها في كافة فروعها الأدبية والفكرية، بما يعزز التكامل الثقافي والمعرفي في معرض مسقط الدولي للكتاب. تعد فعاليات الأيام الثقافية البحرينية الأولى من نوعها في خارطة معرض مسقط الدولي للكتاب، وهي تجسيد حي لعمق الترابط الثقافي والحضاري بين البلدين وامتداده عبر الأجيال. لتلفزيون مملكة البحرين، أحمد بن بارك الدرمكي، سلطنة عمان.